9:30 مباشرة في حلقة خاصة جيكم من المقر الرئيسي لمصرف الزيتونة، يواصل فيها القيادة برنس منصف بن سعيد. ايه عشود يا معلم. لوغران الجهبذ العملاق زياد المكي. ايه زيدون يا معلم. الانيق الرشيق محمود البارودي. ايه محمود يا انيق. نجم الرياضة ناصر البدوي. ايه نصورة يا معلم. لبوة المنابر سونيا الدهماني. ايه سونيا عسلية. وكبير السهريات الليلية لوغران حاتم بالحاج. ايه حاتم. رحلتها كاملة حتى للتسعة ونص. رفيق اسمك ترى الحاج في البوز معناتها باش يدور بتليفونه الحاج، نذكره اللي تحرقت له بوساعة في داره معناتها يوري الإطارات المصرف. زعما هو تعدى بنفس الأزمة. تعدى بنفس الكريم. ليه وقداش سي عبد الحميد قعد معاه نص ساعة وهو يوري فيه في البوساعة، قول له لطف عليك يا حاج نعرف الغسل نعرف. قال له أنا حتى أنا تخسرت معناتها بشوف بوساعة مش تجربها. تجربها تونس كام. لطف عليك يا حاج. لطف عليك يا وقدر الله وما شاء فعل. شجرة بوساعة ما عنديش بوساعة بالدار. ميكرو ميكرو. أنا البوساعة نمشي نسرق من دار الجيران. ما عنديش بوساعة في داري. مازلت نجم تسرق بال اي وساعة لساعة يختفني حشاك وكلب من ساقي. لطف عليك لطف عليك. يلا موصل معكم الرحلة بعد شوية. يجي بحثنا صديقنا يوسف الشاوش من الناس اللي كانت حاضرة في مصرف الزيتونة وداخل المصرف على الحريق، مش حكينا شوية تفاصيل كيفاش صارت الحكاية كيفاش عاشوا اللحظات اللي أكيد ما كانت سهلة. ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد، وجديد يجي من عند أيتيل. نحكي عن ماركة أيتيل، الماركة المتميزة اللي تجيكم بأقوى السمارت فون والأكسسوار كما السمارت ووتش لكيت لكيت بلوتوث وغيرهم من أحسن ما فما في كل ما يهم عالم الأيتيك. السمارت فون أيتيل المعروفين بسوامهم الخيالية اللي ما تلقاهم في حتى بلاصة. اليوم نحكيو على البي 40 اللي فيه ميجا باتري بلوزيور كاليتي 6000 ملي امبرور الباتري، تتشارج مرة وتشد 3 أيام شارج وحيدة تشد 3 أيام. نحكيو على سمارت فون يضمن لك 32 ساعة من المكالمات، 62 ساعة موزيكا، 14 ساعة ميساجينغ، و 8 سوايع جيمينغ. نحكيو على التليفون باللي كاليتي هذم الكل، ينجم يكون بارفي للي جون المغرومين بالجيمينغ والسوشيال ميديا، البروفيسيونيل اللي يخدموا بالتليفون ويتعاملوا به على طول النهار، وبيان سور زادا للناس اللي تسافر والكلهم ماذا بيهم على التليفون يشد الشارج الأطول وقت ممكن. أكيد توا الكلكم تسألوا زعما التليفون هذا قد سومه. السوم بتاع السمارت فون هذا 379 دينار أكهو، 379 دينار أكهو، معناها كيف تشريوه تعملوا أقوى أفار. نحكيو على أيتيل. يلا سيدي ناخذ صديقنا رامي مباشرة من منوبة، نلعبوا على 100 دينار كاش من إهداء الديوان. رمروم صباح الأنوار. الفايق كيف الحال رمروم؟ تحياتي يا رام. تحياتي ليك. حدد مكانك أين أنت، مانيش شوف فيك. موجودين بجنب مستشفى الرازي. لا مانيش نشوف فيك مانيش نشوف فيك. عاملين داو في الزيتونة بلبية على ما زيتونيش والله. الله غالب الله غالب. عندك المداخلات الخارجية رمروم. ويا محمود ناحي الكرواتون من جيبك. والله كانك حاضر والله كانك. وبعد لكمل الكرواسون دار للمدير في المصرف قالوا والله حبينا شوي صليب بكل بكل ما في الامر من سياسه وفيانه وحاجه تعمل كيف. اين انت صديقي اين انت؟ انا الرافي منوبه تحديدا حي البرتقاله بجنب مستشفى الرازي في الحومه غاديك وكل شيء. ومعنا اخونا بشير سعيد الحاد. اليوم بشير تعدي يستنى فينا قدام القهوه وتعدينا نقص تفلنج على الكابوس. خويا بشير تحياتي تحياتي. بشرى صباح الانوار. الحمد لله. صباح النور صباح النور. شنو احوالك يا بشير؟ صحه بخير الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عاش بارك لك. ايش تعمل في الدنيا يا بشرى؟ انا نخدم في قهوه. تخدم في قهوه؟ اش تخدم على تخدم على الكيسه سيرفور؟ اش تخدم سيرفور سيرفور سيرفور. اي احكي لي احكي لي الحرفيه غادي في منوب. واحد عندهم السخاء يعطيو بوربوار. قداش البوربوار غادي الموين نتاع التاو؟ اي لا فما 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 بوربوار فما شويه جونا من رازي زاد نعطيوهم فما كذا برشا حاجات برشا حاجات. قداش شويه منا شويه منا. اي قداش الموين نتاع البوربوار غادي تاولة الباهي؟ قداش خلي بوربوار تاع البوربوار؟
اي كل مره كيفاش هو ما نحطوا مينيمو معنا فما 15 دينار يوميا معناها اي باهين 15 دينار يوميا بوربوار على 25 على 25 نهار خدمة باهين باهين ان شاء الله ربي يزيد ويبارك في الرزق باهي صديقي نلعبوا على 100 دينار كاش من اهداء الديوان والسؤال يجيك من عند لوغران زياد المكي ملك المباشر ملك المباشر باهي وربي قد الخير وكا قد لحظه قداش من كعب كروسون كليل بارودي لا لا هذوما السؤالات تاع الفريق اون بوز اون كيستيون لا لا لحظه لحظه ديما نحكيو على السؤال ديما نحكيو على سؤال يحاول يربح المواطن ويفيد الناس ربي سبحانه الحمد لله شنو هي الكتاب اللي سميته انا ونصحت المستمعين باش يقراوه اول الحصه اعطيه ثلاثه عناوين باه عندك لا بواتا ماجي طبعني مليح عندك لي فلور دو مال والا فلور شيا لو كانابي لو كانابي لي فلور دو مال لو كانابي بواتا ماجي هكا اي لا بواتا ماجي نسمع فيا راف نسمع فيك اي خليو خير الامور اوثقها خليو كانابي كنابي فما كتاب اسمه كنابي فما ديفون خي فما كتاب اسمه كنابي باهي ونسالك سؤال مغروم بالكره مغروم معي باهي عندنا منتخب اقل من 20 سنه مش يشارك في كاس العالم في الارجنتين من هو مدرب المنتخب ما يتكلم حتى حد نعطيك ثلاثة احتمالات اعرفوا بلاش احتمالات يا الرافه هو كاين مختلف جاوب اعطيني شنو هو الجواب؟ ايه مستر لوحش جواب صحيح مبروك عليك مبروك عليك 100 دينار كاش من اهداء الديوان نسلموا عليك برشا صديقي قل لي على شكون تحب تسلم حمد والله السلام عليكم لكل الموجودين وان شاء الله نحب نقول حاجه بون شونس على الترجي وكا ان شاء الله تحيه ليك وتحيه لاحباء الترجي زعما فما شونس مقابله الروتور نتاع الاهلي والله الامال كبيره وطموحات ما مستحيل يكون ما فماش ان شاء الله زينه وكا ان شاء الله زينه تحيه ليك ولحباء الترجي سلموا عليك صديقنا مبروك عليك 100 دينار كاش من اهداء ديوان سلموا عليك انت رامي وشكرا شكرا على المجهود اليومي اللي تعمل فيه رامي تلقاه بعد شويه مع عفيف الغربي في كافي كريم السلام عليك برشا رامي ومبروك على صديقنا اللي ربح معانا 100 دينار كاش من اهداء الديوان عندي تليفون اخر نمشيو للربح نكملوا في الربح مع مصرف الزيتونه ناخذوا التليفون اعطيوني شكون معايا في التليفون سي محرز هكا محرز صباح الانوار صباح الفل شنو هي احوالك يا سي محرز الحمد لله ونعم بالله اش تخدم في الدنيا يا سي محرز صانع تاكسي صانع تاكسي معرس وعندك ثلاثة صغيرات هكا اي ان شاء الله ربي يفضلهم لك قديش الاعمار نتاع الصغيرات محرز 9 سنين 7 سنين واربع سنين وشهرين ثلاث شهور 9 سنين اربع سنين وسبع سنين 9 سنين و7 سنين هذا الزولاد والبنيه اللي تخدوشه 4 سنين وشهرين ربي يفضل هالك ان شاء الله ربي ان شاء الله يكبرهم وتشوفهم ناجحين وربي يعطيهم الوقت الباهي نلعبوا على 300 دينار كاش من اهداء مصرف الزيتونه ما قبل هذا يحكي لي على الروسيت نتاع التاكسي النهار قداش اليوم محرز والله كل نهار ورد اي الموين المعدل اليوم صانع تاكسي قد يروح في جيبه ما تنجمش تحكم عليه على خاطر هو رزق ما تدريش نهار يروح كما نقولوا احنا ب 10 نهار يروح ب 30 اي ما فما معدل 10 صعيبه شويه 10 نهار كامل خدمه 10 لا سنه ولا يروح فيها ساعات تاع الخدمه ما فماش رزق كما نقولوا احنا بالحق ولا يروح فيها يا باهي باهي صديقي ان شاء الله ربي يحل البيبان وان شاء الله ربي يجيب الرزق تحيه ليك وتحيه لاصدقائنا التاكسيستيه الكل ما نعرفش سمعتنا الصباح اي نسمع فيكم كل يوم اليوم الصباح سمعتنا اي سمعت شكون الكرونيكور من الكرونيكور نتاع الرفماك اللي جاء بلبسه غير عاديه تقربا من الاداره في مصرف الزيتونه باش يطلب قرض
شكون غيره؟ شكون؟ محمود البارودي جواب صحيح، مبروك عليك 300 دينار كاش من اهداء مصرف الزيتونه. نسلموا عليك صديقنا وعلى كل التاكسيستي اللي في الاستماع. كان عندك على شكون تحب تسلم محروز؟ يلا والله نسلم على الجروب الكل، عليكم انتم وعلى كل من يسمع فينا. واحنا نسلموا عليك برشا صديقنا محرز من تونس، تاكسيست تربح معنا 300 دينار من اهداء مصرف الزيتونه. بعد شويه يجي بحثنا كما قلت يوسف الشاوش باش يحكي لنا على اللي صار داخل المصرف. قبل هذا بربي البارح احنا نحكيوا على اسماء وانت تربش بالمستمع وقلت محرز سولي. البارح جانا مستمع من فرنسا وسويسرا يعيش بين زوز بلدان وجاب لنا شوكولاته ونوار وفرح بينا ومحلاه يعطيه الف صحه. يا اخي محمود البارودي عمل ديديكاس في اللونتين غالط بالاسم واللقب، عطى اسم غالط ولقب غالط وكل عاده بكل ثقه الموجوده في النفس نتاعو. خرجنا نذوب له قدام الراجل نطلبوا في السماح، من بعد قال راه لا اسمي صحيح لا اسمه غالط. عندك شيء الاسم صحيح؟ ماهر. اي ماهر. ماهر شنو؟ ماهر الشيخاوي. مش قلت لك حظ الشيخاوي باش تعاود تغلط؟ ثبت في اسم الراجل، ثبت في اسم الراجل، راه عيب اللي تعمل فيه. نرجعوا بعد الفاصل اللي يجيب حذنا كما قلت صديقنا يوسف الشاوش من مصرف الزيتونة رفمك حتى لا تسعى. اسمه أخونا ماهر الحروش. ماهر الحروش. ماهر الحروش يسلموا عليه برشا ونقولوا له من القلب شكرا على الجيست اللي عملوا معنا البارح. دمتم أوفياء لرفمك، ناس اللي تسمع فينا داخل وخارج حدود الوطن. فاصل ونواصل.